مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة بوجنيبة نواحي مدينة خريبكة. مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في أينما كنتم مشاهدينا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. نداء لوزير الصحة، فينك يا وزير الصحة؟ واش في خبارك؟ أن واحد السيدة في مدينة بوجنيبة نواحي مدينة خريبكة خمجت ليها البزولة وما عندها لا حنين لا رحيم سوى الله سبحانه وتعالى، مقطوعة من شجرة، لا أهل لا عائلة لا ولاد لا راجل، كتنعس بوحدها في هذيك الركنة مسكينة. إلا ما طلوش عليها الجيران ما كاينش اللي يدق عليها الباب. هاد السيدة متتبعي قناة شوف تي في ويا وزير الصحة خمجت ليها البزولة، وحتى مستشفى ما عقل عليها. اشنو كتطلب هاد السيدة؟ كتقول لكم قطعوا لي البزولة، خلصوني من هاد الألم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملي يعني يكون عندنا مواطن أو مواطنة وكتقول لكم قطعوا لي عضو من الأعضاء ديالي خلصوني من الألم، راه كتاكل فيا، راني ما كننعس ما كنشوفو، راني كنموت عرق بعرق، رحموني قطعوا لي بزولتي. والله لو قانون البت يسمح انني نوري لكم البزوله ديالها ما تقدروش تكملوا هذا المباشر. ضرني خاطري بزاف ملي شفت البزوله. الله اكبر الله اكبر. اذا متتبعي قناه شوف تيفي كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا المباشر، لان هذه السيده هذه تناشدكم وتناشد كل المسؤولين وتناشد وزير الصحه باش يعرف بان كاينه هذه السيده هذه خمجه ليها البزوله. كما قلت لكم لو ان قانون البت يسمح انني نوري لكم البزوله ديالها ما تكملوش المباشر، ما تقدروش تكملوه. يعني ماشي كنسمعوا خمجه خمجه من الداخل ما كتبانش، هذه خمجه من الداخل وخمجه من برا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يشفيك امي ويعافيك يا رب، الله يخفف عليك هذاك الالم. خليكم معنا متتبعي قناه شوف تيفي، هي اللي غادي تحكي لينا وهي اللي كتعيش هاد الظروف، واخا نهضر ما غاديش نقدر نوصف داك الشيء اللي هي كتعانيه، رغم انني سمعت لها قبل المباشر وضرني خاطري اكيد، ولكن هي مهمتي مسكينه اللي كتعاني في صمت، مهمتي اللي كتقول راني مقطوعه من الشجره رحموني، مهمتي اللي كتقول راه جيراني هما اللي كيطلعوا عليا ولكن ما لقاو لي جهد، مهم بعدا كيطلعوا عليا كيوكلوني كيشربوني كينقيو لي فين انا ناعسه، ولكن باش يعالجوني تا هما الغلب الله، الغلب الله تا هما قلبهم كيتقطع من جهتها، كيشوفوها في كل وقت صباح صباحا ومساء وما لقاو لها جهد، ولكن الله يجازيهم بألف خير. على الأقل غير ديك الدخلة ديالهم عليها حسوها بأنها ماشي بوحدها، على الأقل غير من اللي كتجي وتجيب ليها طبيسي وتقول لها كولي يا ميمتي راكي ماشي بوحدك، تخفوا عليها شوية داك الألم والمعاناة. إذا نخليكم معنا متتبعي قناة شوف تيفي، وكنتمنى أي واحد دخل هذا المباشر يبارطاجيه ولكم الأجر متتبعينا. تفضلي يا مونتي، احكي لينا شنو وقع لكم منين انت مونتي وانت مريضه بالسرطان؟ انا سمني بكره مونتي، شوي الميكرو عندك. انا سمني بكره والبوش توقع، عندي 61 عام، مرت في 2018 بسرطان البزوله، عندي الولد سيس في طابقي، وعندي الولد سيس في كتفي، وداز لقى في 2018 الغشه ديال الكبده، وداز لقى الوالده، وانا هيكانا ودركو هي وكاع قلتيني البزوله خمجت ليا بسرطان البزوله، والولسيس تاني في الطابق زين، والولسيس هنا، ومشيت للسبيطار ما داروا لقى حتى حاجه، وانا ما عندي لا باش نركب، ما عندي لا باش نداوي، ما عندي باش نمشي، ما عندي باش نجي، ما عندي باش نشري ورقه قال الاخر ما عنديش باش نديرها، واليوم لا شتوش الوجه الله نقدولي، راه ما عندي لا والدين
الى خوت الى خوتات الى ولاد لا عيلو. راني قاعدة بحدي، راني معلم بيك الله مرضية وكل فيا في الالات اللي انا نحوها وني منشتوش ما شاء الله نوري لك مسؤولتي شنو. راني ما عنديش، راني تنشوفها كل وقت ونبكي، راني انا تنموت اليوم بيوم نشتوش ما شاء الله. راني ما استجل، راني الحالة حالة الله والو فين ما مشيت تسدوا البيبان في وجهي. وراني من 2018 وانا نعالج وما كاين علاج، ما كاين حتى حاجه، وما صايبهاش بنتي، ما صايبهاش حتى باش نداوي، ما صايبهاش حتى باش نركب. عالم بيا الله واليوم لا شتو الوجه الله، عاونوني في سبيل الله. انا باغا نقطع البزوله، انا باغا نديرها الحصات، انا احمد عليا الالم. كتعلم ما ترقدش، ما ترقدش بنتي ليل ونهار، الماكله اللي قبل البزوله، الماكله اللي قبل يدي، الماكله اللي قبل طابقي، راني يدي كاع نصيطاح. راني ما قداش نغسل تاني امي، انا ما قدنا نشق، انا نصب معايا عباد الله. عاد الناس تيديروا في سبيل الله بنتي، هما اللي تيشقاو لقا ويغسلوا لقا امي، انا تصبن ولقا حوجاتي. راه ما عنديش بنتي لا حنين لا رحيم في الدنيا، راني مقطوعة من الشجرة، كلشي مشى لعبد الله بكري. واليوم لا شتوش لوجه الله، عتقوني في وجه الله. انا راه ما باغا حتى حاجة، باغا صحيحتي، باغا عالف الزولة تحيد الالم يمد عليا. راني يا بنتي غنموت، راني غنموت تقطع. انا باغا نحيد بنتي، وحيدوا لقى الولسيس من طابقي، وحيدوا لقى الولسيس من عنقي، ويديروا لقى الحصات، اي حاجة اللي طلبوها نديرها، ندير مجهودي على راسي. لا كاين شي علاج، ما كاينش رجع بالله. راني يا بنتي ما استجهد، راني تنموت يوم بيوم. رجع بالله يا بنتي، رجع بالله، رجع بالله. راه ما عندي حد. كيشدك؟ كيشدني يا بنتي ليل ونهار، تشدني البزوله، الراس ديال البزوله نصو طاح في الفاسمه. البزوله دارت كلها بيبان، كلها عاد الدايزه، الراس ديال بزولتي على تقليدي، واليوم منقص من عمري. الراس ديال البزوله كله نص فيها خنز، ودرت لي النار بها حتى بنتي عاد حيدت الريحه. ورجع بالله بزولتي كاع تكالت، تحسي الماكله من الداخل، الماكله من الداخل بنتي، الماكله ليل ونهار، الماكله بنتي ليل ونهار، ليل ونهار. البزوله ويدي ليد اللي من جيت البزوله راها منكت من حر الولسيس، تقالت والولسيس عدي في طابقي، والولسيس عدي في عنقي، انت ولدت وما شاء الله بنتي رجع بالله. شنو قلتي من 2018 مشيتي فين جيتي فين؟ مشيت للسبيطار لاله سلمى، فتحوا ليا بعد صابو، طار لقى الغشه ديال الكبده، وطار لقى الوالده قالوا لقى اختي عندك هذا السرطان تيطير سريع، سيري لميريزكو. مشيت لميريزكو ما عديش حتى باش نركب، وما طلعوا لكاع الناس الوراق. وبعد مشيت 6 شهور بنتي وانا في السبيطار ديال ميريزكو، حتى حاجه ما كاينه، حتى يقولوا لك جي غدا، حتى بعد نمشي ضروري بغى يشوفك بروفيسور ضروري تجي، بعد نمشي ما كاينه حتى حاجه. عاد نمشي يقولوا لك واسير تنعيط على كاسمك بكراوي بوشتاويكا. شحال في عمرك؟ 58 عام، في 2018، ما دركا راه عادت عندي 61، راه من 2018 بنتي باش شدني المرض السرطان. 6 شهور هما يديوني يجيبوني، السيمانه العيانه نمشي فيها 3 خطرات وما تلاقيتش نقد نوقف، وشد لي في 2018. ايه نمشي من هنا على تقليدي، واليوم منقص من عمري، نمشي من هنا وشد لي في الوالده، وشد لي كاع في الغشه ديال الكبده، وحالتي والبزوله والاخر كاع، واخا فتحوا لي نتاشر بالزربه، داز لي كاع الغشه ديال الكبده وداز لي كاع الوالد، ها هما الوراق كلشي فيهم. والاخر كاع بنتي صافي قالوا لك سيري بحالك، دركا راه دوسي في ميريزكو، دوسي في سبيطار لالا سلمى، دوسي في الكلينيك اللي مشيت لي نهار خميس، قال لي كاع مشيتي للكلينيك؟ اه
عندك فلوس الكلينيك؟ لا مشيت عا قال لي واحد سقد غادي الى جاب الله يفتحوا لك على المحسنين. جيت نمشي قال لي طبيب الكلينيك شوفي العمال كا فلوس، العمال كا فلوس والحصص فلوس والنعاس قال لي 60. انا ارسلني واحد السقد قال لي ياك ما غادي هاد الناس، ياك ما قالت لي هاد الناس غادي يشوفوا من حالك ويكون شي محسن يخلص عليك العمل. قال داك الشيء علاش مشيت بنتي، مشيت لعندهم جا نمشي قالوا لي شوف قال لي طيب بيد وقال لي انا هو اللي غنقطع لك البزوله ويلي تخلصيني. قلت لي يا ولدي لا شتي شلوج الله عتقوني غنموت، عريتي البزوله شافه قلت لي لا شتو شلوج الله المرض راه راني البزوله اللي فوق القلب راني عدت نسخف لا شتو شلوج الله. قال لي قال لا تخلصيني في العمالقه والحصاص وفي كل شيء اي حاجه وانا بنتي ما غير المباته شحال. قال لي قال باته 60000 الليله 60000 والعمالقه تخلصيني والحصاد قال لقاو الشيمي والاشعه والبولة عندك بزاف المصاريف وانا ما عديش بنتي 4 دريال تحولوني لله واليوم منقص من عمري انا ما عديش بنتي رجا بالله. وانا مرقحه في البيت الجاب اللي مشيتي ليه تيقولك تنعيطولك تنعيطولك لدابا ما عمرهم عيطوا لا صافي دوسي بقى في ميريزكو ودوسي بقى في سبيطار لاله سلمى ما عمرهم عيطوا لا ودوسي بقى في هاد كنينيك بعد صافتني هاد السقد قال لي تيجيو المحسنين غيخلصوا. مشيت ساعتي كن نحصروني وجيت وجيتي صافي حالتي يا بنتي حالتي راه ما علم بيها الله حالتي رجع في الله يا بنتي. انا تنطلب من المحسنين يعاونوني في سبيل الله يفتحوا لي كاع ويديروا لي الحصات ويديروا لي الشيمي واي حاجه اللي تخصني يديروها لي في وجه الله يخلصهم الله بالخير. انا بنتي راه رجا بالله راني ما تنسنى لا ولد لا بنت لا خو لا خوت لا ولاد رجا بالله وهذا الشيء اللي قسم الله قسم عليك الله المرضى بنتي ورجا بالله رجا بالله رجا بالله بنتي وتنموت نهار بنهار المرض غيديني يا بنتي ما فيهاش شك وجاني المرض اللي غيدي لك العمر ما استجد الراس رجا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادشي أمومتي كيمرض نطلبو الله الله يشافيك ويعافيك. إذا متتبعي قناة شوف تيفي نداء لوزير الصحة واش في خبارك هادشي؟ هاد السيدة كتقول عندها دوسي في السبيطار وكل مرة كتمشي تيقولو لها سيري تنعيطولك سيري تنعيطولك سيري تنعيطولك. كاين بعض المرات قالت لك اللي كتمشي ثلاثة د المرات في السيمانة موريزكو في الدار البيضاء يقولوا لها سيري حتى نعيطولك تيجي البروفيسور تيشوفك البروفيسور. واش هاد البروفيسور ما حضرش كاع هاد السنين كاملة من 2018 أمومتي فوقاش كيقولوا لك سيري؟ متى كيقولوا لك سيري تنعيطولك؟ تعيط عليا واحد وحده تيقولوا لي فاطمه الدردابي. لا ماشي مشكل ما نذكروش الاسماء قولي اش كيقولوا في السبيطار؟ تقول لي جي غدا ضروري بغيناك كيعيطوا لك من السبيطار كيقولوا لك اجي غدا بغيناك. نمشي طايره عاد نمشي الدوسي قدامها تقول لي اسمك نقول لها واش توقع كنيتك بكراوي شحال في عمرك 58 عام في 2018 اه تقول لي والله سير تنعيطولك معيطين لك من بوجنيبه من خريبكا حتى للدار البيضاء باش تسولك هذا السؤال تقول لك سيري تترجل حسبنا الله ونعم الوكيل. على تقليدي على تقليدي يا بنتي ما كيشوفك لا طبيب لا والو بكيت عليها وجليت عند من الوراق قلت ليها نقذوني والموت جاتني وانا راني المرض انتشر لي قبل الوالده راني ما كنرقد لا ليل ونهار. قالت لي ما تبكيش علينا كيش علينا بنتي اختي قلت لها شو بنتي انا ما تنبكيش عليك تنبكي على راسي وتنبكي على عمري وتنبكي على صحتي.
شريت عدم تاعي يا بنتي بعد ما سهل شاء الله راني جاي. انتي شديتي بلاصتك وجلستي وفوتي امرك. وانا الماكله في قليل ونهار ما صايبه لا باش نداوي لا باش نعالج لا باش نفتح. لا اله الا الله بنتي محمد رسول الله. الا بغيتي بالزوله نعريها ويشوفوا. لا ميمتي يشوفها العالم كله. لا ميمتي انا باغا بنتي عم تعالج. انا شفتها انا شفت قانون البث ما كيسمحش انني نوري البزوله ديالك في هذيك الحاله ولكن انا قلت انا شفتها ميمتي ضرني خاطري والله تضرني خاطري بزاف. فرزه المرض من الداخل ومن برا. شفتها ميمتي الله يشافيك ويعافيك يا رب. بزولتي على تقليدي الى بزولتي خنزت. شفتها ميمتي الله يشوف من حالك الله يشافيك ويعافيك. اذا والله الا هذا الشيء عيب عيب باش ان هذه السيده اللي في العمر ديالها 61 سنه كتعيط ليها موظفه من المستشفى او ممرضه او تقول ليها غدا ضروري تجي ما عندهاش حتى قيمه المركوب ما عندهاش حتى فلوس المركوب وتشد طريق من بوجنيبه من مدينه خريبكة حتى للدار البيضاء ملي تدخل كتخسر عليها جوج الاسئله سميتك شحال في عمرك ايوا صافي سيري حتى نعاودو نعيطو لك. اش هاد التعامل اش هاد المستوى اش هاد القلب عندكم اش هاد الاحساس. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بالله عليكم واش نعيطوا للمواطن المريض اللي بارك عليه المعاناه ديالو مع صحته مع مرضه والسرطان اللي كينخر في صحته وتقول له اجي ضرب الكيلومترات وما عرفتيش واش عنده حتى فلوس المركوب باش طرحي عليه جوج ديال الاسئله وتقول له سير تنعاود نعيط ليك. اكثر من مره حتى ملات وجات شدات الركنه مسكينه وجلسات وفوضات الامر ديالها لله. واش خبرك هذا الشيء وزير الصحه؟ واش خبرك هذا الشيء وزير الصحه ان هذه السيده كتعاني في الصمت؟ واش خبرك هذا الشيء وزير الصحه ان هذه السيده خمجت ليها البزوله وكتقول لكم قطعوا لي البزوله؟ قطعوا لي عضو من الاعضاء ديالي قطعوا لي البزوله نتهنى رحموني من الالام اللي كياكل فيا ليل ونهار. الرحمه 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مسنة تعاني في صمت ما عندها حتى شي حد ليوقف معاها. طلبوا الله كيوقف معاها ان شاء الله يا رب يشافيها ويعافيها ويسخر ليها العباد ديالو. اذا هنا متتبعي قناه شوف تيفي غادي نعطيكم رقم الهاتف ديالها ما عندهاش فيه الواتساب. هذا الرقم ما فيهش الواتساب ونعاود نعطيكم الرقم اللي فيه الواتساب ديال الاخت اللي كتجي عندها وكتنقي ليها البيت ديالها وكتوكلها وكتشربها وكتصب ليها وكتغسل ليها الموعن. الله يجازيها بالف خير. ما عندهاش الفلوس باش تعالجها ولكن عطات من وقتها وعطات من صحتها وعطاتها الحنان. الله يجازيها بالف خير هي والاخت ديالها وكاع اللي كيطلع على هاد السيده وكاع اللي كيتعاون معاها لان بفضل الله وبفضل هاد الناس هادو راه واكله بعدا وشاربه وكاين اللي كيخلص ليها الكراي كما انت كاين شي محسن كيخلص لك الكرا. شحال محسن الكرا 11000. كاين واحد المحسن كيخلص لها هاد البيت هادي كيخلص لها الكرا 11000 ريال. الله يجازيه بالف خير. الله يجعلها لهم في ميزان حسناتهم. هادشي علاش قدو وهذا خير وبركه ميمتي خير وبركه اللي كيطلعوا عليك ويوكلوك ويشربوك ويخلصوا لك الكرا تبارك الله خير وبركه. هنا خاص دور المسؤولين المسؤولين يقوموا بالواجب ديالهم. وراه عندك حقك في العلاج يعطوك غير حقك في العلاج. فين الحق ديال هاد السيده؟ والله ستحاسبون امام الله والله ستحاسبون امام الله. كل ليله كتنعس كتمشي للفراشه وكتالم وما كتنعش غادي توقفوا امام الله وغادي توقف حتى هي وغادي تاخذ من حسناتكم. كل واحد عنده مسؤوليه تجاه هاد السيده وما قامش بالواجب ديالو والله سيحاسب امام الله. اذا رقم الهاتف ديال ميمتي 06 71 33 46 61. اعيد الرقم ديال ميمتي 06 71 33 76 61. هذا تليفون عادي ما فيهش الواتساب. اما بالنسبه لرقم الهاتف ديال الواتساب ديال الاخت اللي كتجي لعندها كتنظف ليها البيت ديالها 06
76 69 07 93 وعيد الرقم 06 76 69 07 93 هذا رقم الهاتف ديال الاخت اللي كتجي عندها فيه الواتساب اللي بغى يتواصل معها اللي بغى يصيفط لها شي حاجه اللي بغى يتعاون معها اللي بغى يعالجها اللي بغى يتكلف بالعلاج ديالها ولكم الاجر اللي بغى يوجهها واللي بغى يوقف معها في السبيطار ويديها ويقول لها لا عندك حقك في العلاج وعارف فين يمشي وفين يجي ويعطي من وقته الله يجازيكم بألف خير اللي بغى يديها لمصحه خاصه وبغى يتكلف الله يجازيه بألف خير غادي يخلصها من هذا الالم هذا اللي كتعاني منه. الى هنا متابعي قناه شوف تيفي كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من نواحي مدينه خريبكه بالضبط من بوجني بادمتم في رعايه الله الى اللقاء.